بدأ العد التنازلي لماراثون انتخابات الرئاسة في مصر وسط تطلع عربي وأجنبي. من سيحكم مصر بعد الثورة؟ ليفتح باب الترشح أمام المرشحين في 10 مارس/آذار القادم، على أن يجلس الرئيس الجديد على كرسي الرئاسة ويتولى زمام البلاد في أول شهر يوليو تموز القادم. عايزين واحد من الشعب، مش ولا واحد من دول، هو عايزين واحد زينا. لازم يبقى حد قريب من الشارع جدا، لازم يبقى حد طبعا تاريخه نضيف، ما تعملش مع النظام البائد، رأيه ما تغيرش، ما تلونش، ما بعدش عن الشارع كتير. بس من أشهر الوجوه المرشحة للرئاسة أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومرشح عن التيار السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، والمرشح عن حزب الوسط الإسلامي المعتدل دكتور محمد سليم العوة. ويدخل على الخط الرئاسي كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة لعهد مبارك، ويدخل على الخط الرئاسي أيضا اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات ونائب الرئيس المخلوع في أيامه الأخيرة، كما يترشح لرئاسة الجمهورية الصحفي حمدين الصباحي والإعلامية بثينة كامل والفريق حسام خير الله الذي كان يعمل في جهاز المخابرات المصرية. بينما ما زال نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية يفكر في الترشح تحت ضغوط خارجية تنصحه بذلك، في الوقت الذي انسحب فيه دكتور محمد البرادعي من السباق اعتراضا على المناخ السياسي الهمجي في مصر، وانسحب مجبورا أيضا دكتور أيمن نور بعد أن تم رفض الطعن الذي قدمه لفتح قضيته وحصوله على البراءة، إلا أن ملفه الجنائي ما زال ملطخا بقضية تزوير التوكيلات الخاصة بحزب الغد. المجلس الأعلى سيغادر السياسة في أول يوليو، لا جدال في ذلك إن شاء الله. بدون الاستقرار والأمن ما فيش هيحصل أي حاجة في البلد. الاستقرار دي رقم واحد، الاستقرار والأمن. يؤكد رئيس الوزراء كمال الجنزوري في خطابه أمام مجلس الشعب المصري منذ يومين بأنه من سيتولى مقاليد الحكم في مصر لن تعطى له كل الصلاحيات كما كان من قبل، لكن وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الوجوه المهمورة التي قامت بالترشح للرئاسة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن المصريين سيختارون من يعرفونهم ومشهورون بينهم، في الوقت الذي لم يحدد فيه جماعة الإخوان المسلمين لأي مرشح سيعطون أصواتهم. أما في أروقة السياسة فيدور في مصر جدل كبير حول المادة 28 التي تمنع التدخل بالطعن في العملية الانتخابية الخاصة برئيس الجمهورية. يصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في مصر بعد الثورة إلى أكثر من 150 مرشحا قابلين للزيادة، ينتمون إلى الإسلاميين والليبراليين، وينتمون أيضا إلى المؤسسة العسكرية. وبين اللحية والكاب يقسم المصريون في جلساتهم بأنه لن يأتي إلى حكم مصر فرعون آخر. منى عشماوي، الجديد، من القاهرة.